الرسول اللهم صل وسلم عليه عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إيش قال أول شيء؟ أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. الأم هذا كله في إيش؟ في مقاييس الدنيا. إنك أمك لازم تحسن لها، فما بالك في مقاييس الآخرة اللي أمك تحتاجك هناك في أهم موقف. تخيل يعني كلنا قاعدين نذنب، فما بالك لو كانت أمك تحتاج حسناتك هذه في الآخرة. تخيل هذه كفة السيئات وهذه كفة الحسنات. كفة السيئات هي اللي طاغية، وقبل لا يعرض الحساب وكل شيء يجيها خبر أن ابنها تصدق لها في وقت اسمه أمي الحنونة، ويخلي كفة الحسنات هي اللي تطغى. هنا وش راح يكون شعورها لو كانت بالدنيا، فما بالك في الآخرة. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الدنيا والآخرة على كل خير وصحة وسلامة. حاب أحث نفسي وياكم ونذكر المشاهدين بهذا الوقف اللي هو خير لنا في الدنيا والآخرة. حنا استأنسنا الحمد لله وفرحنا باكتمال الوقف اللي هو وقف البركة. نبي نعيش تجربة الفرحة هذه ثاني مرة في وقف أم الحنونة بإذن الله. ما بقى إلا وقت قليل والمبلغ أقل من اللي راح. أهل الخير يمكن بعضهم تندم أنه ما شارك بوقف البركة، هذه فرصة ثانية وهو يخدم القرآن الكريم. نذكر بهذا الأمر، أسأل الله لنا ولهم التوفيق، وإن شاء الله أننا نفرح قريب باكتماله بإذن الله. شكرا لك.